إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فينبغي لكل من أراد الحج أن يتنبه إلى أمور مهمة جدا. أما الأمر الأول، فإن الحج نوع من أنواع الجهاد، فقد جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته في الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج والعمرة، جهادكن الحج والعمرة. فإذا يا من تأتي إلى الحج، ينبغي لك أن تفهم أنك في حال الجهاد، ومعنى ذلك أنك مهما استخدمت وسائل الراحة فإنك سوف تجد شيئا من التعب وشيئا من المشقة، ولكن هذا التعب وهذه المشقة أنت تستطيعها وتقدر عليها، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالطواف فيه تعب، السعي فيه تعب، لبس ملابس الإحرام فيه تعب، المبيت في الخيام في منى في عرفات فيه تعب، ولكن عليك أن تفهم أن هذا من مقاصد الحج، فعليك أن تصبر. وكثير من الناس يتعامل مع تعب الحج أنه يريد أن يختصر ويقفز عن المناسك فكلما قلت له هذه سنة قال لك: يا شيخ هذا في تعب. ما هو هيك الحج، حج في تعب، مين قال لك انه ما في تعب؟ حتى لو انك جاي في اي بي في تعب، لكن تعب عن تعب بيختلف، صح؟ استخدام وسائل دنيوية تريحك هذا شيء مطلوب. وعلي النقطة الثانية، ان هذا التعب الذي هو في الحج له حالتان، التعب الذي في الحج له حالتان: حالة ملازمة للحكم الشرعي، حالة ملازمة للحكم الشرعي، فهنا يقال الأجر على قدر المشقة. لما؟ لأن هذا التعب ملاصق وملازم لتطبيق الحكم الشرعي. فالطواف تعب، لكنه إيش هذا التعب؟ ملازم للحكم الشرعي، فلك أجر وثواب. أما التنقل بين المشاعر أمور دنيوية، فتقول: أريد أن أمشي، في أجر. لا، ما إلك أجر، ما إلك أجر. لما؟ لأنك أدخلت التعب على نفسك وأنت تستطيع أن تريح نفسك، إما بقطار أو بركوبة أو ما شابه. فهنا لا يقال الأجر على قدر المشقة، لا يوجد أجر يا أخي، بل قد يكون هناك وزر إنه معك مال وأنت بخيل لا تريد أن تنفق حتى تتنقل بين المشاعر. إذا تنبه إلى النقطة الأولى، أن التعب الذي فيه الأجر في الحج هو التعب الملاصق والملازم لتطبيق الحكم الشرعي، وليس إدخال وتقصد إدخال التعب. وهذا يذكرنا ببعض الجهلة أنه في رمضان عند السحور قال: أريد أن أتسحر على ملح. فقيل له: لما؟ قال: لأن النهار علي الآن بصير الصيام تعب شديد. هذا لا أجر لك، بل يخشى أنك آثم. لما؟ لأنك تقصدت إدخال المشقة على نفسك في أعمال الحج في أعمال الصيام. فانتبه إلى معنى قاعدة الفقهاء: الأجر على قدر المشقة، أي مشقة الملازمة لتطبيق الحكم الشرعي. وعلي فالنوم في مزدلفة، تعب، أرض،
لا يوجد فيها لا سجاد ولا يوجد فرشاد ولا يوجد ربما غطاء تعب، لكن هذا ملازم للحكم الشرعي. الآن شخص قال أنا لم أستطع أن أجد ركوبة وتنقلت ماشي على الأقدام، احتسبت ما وجدت، أجرك على الله. حاولت حاولت، إذا تنبهوا. فالذي يأتي في الطائرة أجره أكبر، الذي يأتي في الطائرة أجره أكبر. لما؟ لأنه استخدم وسائل الراحة لكي يعينه ذلك على تطبيق الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يطوف صعد على الناقة، صعد على الناقة، فأدخل على نفسه إيش؟ الراحة في تطبيق الحكم الشرعي. ومن ذلك طبعا استنبط أهل العلم أنه لا يشترط أن تلامس قدماك الأرض عند الطواف، فأجازوا الدور الثاني والدور الثالث فقهاء بيستنبطوا أحكام وما سابق. فعلي إخواني في الله تنبهوا إلى موضوع التعب فيما يتعلق بالحج، أنك لا تتقصد التعب أبدا، وإنما إذا غصب الأمر عليك وألزمت بالتعب فعندها احتسب أجرك عند الله جل في علاه، ولا تتقصد إدخال التعب على نفسك للمرة الخامسة. أكررها. الأمر الثاني إخواني في الله، مما يغفل عنه كثير ممن يأتي إلى الحج، وهو أن الحج هو أكبر مظهر من مظاهر الإخلاص لله جل في علاه. لأنك واحد تترك ديارك، اثنين تترك عملك، ثلاث تترك أهلك، رابعا تلبس ما لا يريح، خامسا تنام فيما لا راحة فيه، وهكذا. فهذه أشياء لا تصدر ولا يقبل عليها إلا من نحسبه يقصد الإخلاص لوجه الله تعالى. فبالتالي الحج من أكبر وسائل تحصيل الإخلاص وتصفية العمل لله. وعليه فإن الشيطان لن يدعك بنفسك، فيريد أن يفسد عليك إخلاصك. أنت شو مساوي؟ تارك بيتك، تارك أولادك، تارك زوجتك، تارك عملك، ودافع كمان، ودافع عشان تتعب. شهر التعب بإيش؟ بفلوس. هذا كله مظاهر إخلاص. مين اللي متضايق؟ الشيطان. شو كل هذا مسوي لله؟ فيبدأ يفسد عليك إخلاصك. فمن مظاهر إفساد الإخلاص واحد التصوير، إنه كل ما بده يساوي عبادة، والعياذ بالله، لو سمحت له صور لا يجوز. هذا انت بتساوي هيك ليه؟ عشان ايش؟ يصورك. انت عندك اخلاص، انت حاجز بيت الله، واياك ان يفسد عليك الشيطان الاخلاص. واهم مظهر من مظاهر افساد الاخلاص وهو التصوير. بده يطوف بده يتصور، بده يدعو بده يتصور. طب بديش ادعي، بس بدك تصورني خلينا ادعي لحد ايه؟ والعياذ بالله. وأصبح التصوير من أكبر أسباب ووسائل الشيطان لكي يفسد على الحجاج نيتهم. وعلى بناء على ذلك لا ننصحك بأن تتصور بتاتا ولا في أي مكان من الأماكن، لا طواف، لا سعي، لا مزدلفة، لا عرفة، لأن هذا مدعاة إلى إفساد الإخلاص. وأيضا إخواني في الله، الطريقة الثانية من طرق إفساد الإخلاص ونيات الناس التباهي.
انت عارف هاي الحجة رقم قديش؟ ايش عارف بينك وبين ربك شو رقم قديش؟ كل شوي هاي الحجة الخامسة، هاي الحجة الثالثة، هاي الحجة العاشرة. تباهي بينك وبين ربك ما حدا يدرى كم حج ربنا اكرمك ويسر امورك فيها. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه ودعوه فاستجاب لهم. اذا انت وفد الله فكيف تتباهى امام الناس؟ كيف حالك ابو فلان؟ ليش بتقول لي ابو فلان؟ انا حجي. شو حجي يا حبيبي؟ تباهي بين الناس. فهذا من اسباب افساد الاخلاص على الحجاج. ثلاث من اسباب افساد الاخلاص، وهو ادخال الغرور الى والعجب الى قلب الحاج. كيف؟ شو رأيك نطبق هاي السنة؟ يا رجل ما نصرت خمس حجات، يعني لو فشقنا هسا ما في مشكلة يعني عادي. ايه؟ لأنه ربنا أكرم وازدادت عدد الحجات، صار الحج الأخيرة الخامس والسادس وفوق بده يطلعهن ايش؟ شالفقة بالتعبير العامي. بده يقفز، تعال على منى. والله ما في داعي اروح منها، انا قبل هيك رحت. رحت يا زلمة انت اول مرة بتروح عشان هيك بدك تروح منها، اما انا هاي الخامسة فشقة بدي افشق. ايه؟ وين الاخلاص؟ شو بدك تساوي؟ اذهب فادعو الله في عرفات عند الصخرات ولا تصعد الجبل. هاي سنة في يوم عرفة في جبل عرفات في منطقة هي أصلا اسمها عرفات، تذهب وتدعو الله عند الصخرات ولا تصعد. فبدك تمشي بالكيلوات قبل ما تصل. لا هذه زمان طبقناها يا شيخ، أما الآن إحنا إيش؟ ما منطبق لأنه صار عندنا حجات كثير، فهذا يسبب فساد الإخلاص وإدخال العجب. بدخل العجب عليك الشيطان. بعدين تعابت في منى، يا رجل هذا زمان سويناه، بدنا نقضي في السكن. يا اخي السنة حتى في النهار يظلك في منى، ولا نهار ولا ليل. احنا الان هاي الحجة كل ما تحكي معاه بقول لك هاي الحجة الخامسة، هاي الحجة السادسة. جاءني احدهم قال يا شيخ انا اليوم لا رحت على منى في سنوات سابقه، انا لا رحت على منى ولا رميت ولا بتت. قلت له استنى 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 استنى، هذه الحجه رقم قديش؟ قال ليش بتسال؟ قلت له الحجه رقم قديش؟ قال السادسه. قلت له عشان هيك شلفقه؟ فصار يضحك طبعا هو كذا، واكتشف حاله. قال لي والله في منه هيك، كان يعني في منه. فهذا ممن يدخل الشيطان، يصير يقول لك هاي الحجة الثانية، هاي الحجة الثالثة، هاي الحجة الرابعة، هاي الحجة الخمستاعش. فيا إخواني في الله تنبه إلى النقطة الثالثة، وهي أنه لا تدع للشيطان عليك سبيلا بأن يجعلك لا تقبل لا على سنن ولا على واجبات بحجة إنك إيش؟ أديت حجة إيش؟ سابقة. بل قابلت واحد بالعكس فبقول له شو؟ قال هاي حجة الإسلام أول حجة، بس والله يا شيخ فعلا ناقصة، أنا في العمدة نقصتها لأني ناوي حجة ثانية أكملها. إيه هذا شغال على الكل، أول حجة بقول له نقصها عشان تسوي حجة ثانية تكملها، واللي سوى حجتين بقول له الثالثة نقصها لأنه مرق عليك حجتين سابقات. والله مو مخلي حدا هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيا جماعة لنتذكر هذه النقاط الثلاثة، ولا أريد أن أطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.